فإننا نتطلع في هذا الملتقى إلى إرساء تقليد حضاري يكون فيه الاحتفاء بالرواد والعرفان بحق السابقين واجب لا مناص من تأديته ونهجا لا بد من مواصلته وترسيخه. الاحتفاء بالسجان هو احتفاء بالإنسان والتاريخ والذاكرة الجماعية، هو أيضا احتفاء ترتدي فيه الأحرف رداء مستلبدا بالحب والوفاء تماما كما يحدث في حلبات مصنع التيران. الاحتفاء بالسجان أحمد حملو هو احتفاء أيضا بنا نحن على اللقاء الإبداعي الأدبي الذي من خلاله نعلن عن أنفسنا أننا بين ظهرانيكم نؤسس للإبداع للحب للجمال بما فيه أبهى وأنبل. إذن فتحية بحجم الأفق، تحية بحجم هذا الود الذي يحفنا، تحية إلى كل عاشق للإبداع والمبدعين، تحية إليكم ها هنا والآن في هذا المحفل البهي. وقبل كل هذا فأحمد حملو يسابق ضبطكم، يأتينا محملا بقناطير من عبق الكرمل بألف مزهرية وألف قبلة. فشكرا للوقت، شكرا للجمعية المنظمة لهذه اللمة التي أهدتنا هذا التكريم في حق صديقنا وشيخنا الزجاج أحمد حملو. شكرا للأيادي البيضاء التي رتبت برهافة لهذا الموعد الألق. أجل فالسياق مهيب والمحتفى به يستحق هذا وأكثر. وأطلب من الحضور الكريم وقفة للتصفيق على هذا الرجل الطيب الكريم. فهذه دعوة بين الصفوة.